محمد أبو الشهلة، خريج هندسة مدنية من الجامعة الإسلامية. أنا المهندسة شيماء القصاص، خريجة هندسة معمارية من الجامعة الإسلامية. صاحب مشروع إيكوستون. دوري بالفريق المهندسة المسؤولة عن توظيف منتجات الحجر في مختلف التصاميم، سواء كانت تصاميم داخلية أو خارجية أو لاندسكيب. محتضن مع حاضنة يوكاز ضمن برنامج ستار في مشروع ميرج. مشروع ميرج مشروع بيختص في الأبحاث العلمية، احتضانها وتحويلها لمنتجات تجارية يمكن تسويقها داخل السوق المحلي. أساس الفكرة لمشروع إيكوستون كان ضمن مشروع تخرج تم احتضانه مع حاضنة يوكاس. برزت الفكرة عندنا خلال الدراسة، طورنا بحث بدرس إمكانية استخدام المخلفات الصلبة في الصناعات الإنشائية، ومن هنا بعد بحث طويل وعدة تجارب توصلنا إنه نستخدم مخلفات الزجاج في تصنيع الحجر الصناعي المستخدم في الديكور. ليش اخترنا الحجر الصناعي المستخدم في أعمال الديكور؟ لأنه قطاع غزة ما بتتوفر فيه منتجات الديكور، كلها منتجات مستوردة، وهذا الإشي بيشكل عدة عوائق وتحديات، منها ارتفاع السعر، محدودية الأشكال والألوان المتوفرة، توفر غير مستمر. فبالتالي حبينا نحل هذه المشكلة من خلال شغلتين، إنه نحل مشكلة تراكم النفايات ونوجد منتج جديد بيحتاجه السوق. أجرينا مقابلات مع أصحاب شركات تختص في الديكور والمقابلات، أجرينا مقابلات مع مهندسين ومصممين، وأجرينا مقابلات مع موردي مواد الخام والديكور، وجدنا عندهم قبول وتعاطي مع فكرة المشروع بحكم أنه المشروع بيلبي حاجة بيستدعيها السوق. فوجدنا كتير إقبال وأثنوا على الفكرة وزودونا بعدة ملاحظات أخذناها بعين الاعتبار في تصنيع الحجر وفي مراحل تطوير الحجر. أهم الخامات والمواد المستخدمة في المشروع هي الإسمنت الأبيض كمادة رابطة، أيضاً مخلفات الزجاج. أجرينا عدة عمليات على مخلفات الزجاج بحيث نحصل على مادة خامة شبيهة لمادة الإسمنتية من مخلفات الزجاج، وهذه كانت ميزة في منتجنا، لأنه ربطنا ما بين التخلص من المخلفات الصلبة في نفس الوقت قللنا تكلفة في تصنيع الحجر. الركام الناعم، الرمل، بالإضافة لمواد تحسينية للخلطة لتطوير المنتج ولتحسين مواصفات المنتج كسوبر بلاستيسايزر، صبغات لكسب الحجر الألوان، وأيضا مواد صنعناها داخليا بتعطي الحجر المواصفات المطلوبة في مقاومته للقوى والضغوطات، قللت امتصاص الحجر للمياه وحسنت في ديمومة الحجر واستمراريته مع المدى الزمني. بشكل عام منتج الحجر راح يكون متوفر بعدة أشكال وأحجام وألوان، فبناء على طلب رغبة الزبون هيتم تصميم الفراغ المعماري وتوظيف منتج الحجر فيه. مشروع إيكوستون خدم السوق المحلي بحكم وفر منتج جديد داخل السوق وحل مشكلة بعانيها أصحاب البيوت والمهندسين والمصممين في اختيار تصاميمهم للمنتجات الحجرية بحكم صعوبة تشكيل تصاميم المختلفة من الحجر الطبيعي والأحجار المستوردة وتكلفته العالية للأحجار المتوفرة في السوق. فبالتالي خدم السوق في توفير منتج في مرونة عالية في توفير الشكل واللون والتصميم، بالإضافة للتكلفة المقبولة لمتوسطي الدخل ومرتفعي الدخل المقبلين على البناء، بحيث أنها تكون قريبة من تصور العميل ورؤيته لحتى يكون متمسك فينا سواء بالتصميم أو بشراء المنتج، لحتى بالنهاية نطلع بتصميم كامل متكامل ولحتى نقدر نكون منافسين في السوق بشكل كبير. كان للحاضنة الدور الأبرز في نجاح المشروع والأهم بحكم التمويل والاحتضان اللي وفرته، لأن في البداية المشروع كان مجرد فكرة لبحث علمي، قدرنا نحول الفكرة لمنتج نهائي قابل للتسويق داخل السوق المحلي. وفرت لنا الحاضنة أيضا جلسات استشارية، تدريب، ورشات عمل، من خلالها اكتسبنا خبرة لإجراء بحث في السوق، إجراء كافة الخطط المالية، إجراء استراتيجية تسويقية. مستقبلاً بنشوف حالنا شركة رائدة في إنتاج وتصميم الحجر في مختلف الفراغات سواء كانت داخلية أو خارجية، وقادرة على المنافسة في سوق العمل بشكل كبير وفعال.
بنهدف في المستقبل انه نوجد خط انتاج كامل آلي لتصنيع الحجر بحيث نقدر ننتج كميات كبيرة تقدر تغطي الطلب من السوق. بنحاول نستخدم تقنية السيلف كلينينج في الحجر اللي هي تقنية بتستخدم في تنقية الهواء الجوي من غاز ثاني أكسيد الكربون، وهذا حيضيف ميزة كبيرة للحجر لو قدرنا إن شاء الله نحققها.